انا جبت لكم واحد الفيديو جديد ديال الورود ماما الحمراء والورود. انتما الورود واحد البلاصه فينا صراحه ما تخش خرج منها، كلها ورد. كاين الورد الحمار، الغوز، الابيض، الصومو، كاع انواع الورود كاينين. كتسنينا الحاجه ديالكم هاد الورود، كنهديها لكم كاملين. تبارك الله ما شاء الله. انتوما واحد بيبينير صغيره هي اللي كتصيب هاد الورود، هذا كتبيعهم للناس اللي تيديروا مناسبات، تزين القاعات، الادارات، يعني الجردات، كاع هادو كيتباعوا ليهم. وهانتوما شوفوا الورد ما شاء الله، كنتمنى يعجبكم يا ربي. صراحة غزال 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 غزال. شوفوا هانتوما مساحة كبيرة ما شاء الله. كنت بغيت نصورو معاكم شحال هذا فاش يلاه طالع زوين يلاه تفتح. صراحه صورتو تمسح لي الفيديو وانا معاودو دابا عاودتو جديد. صورتو شحال هادي وتمسح لي الفيديو فاش يلاه كان الورد كيتفتح. هانتوما كي جاكم هاد الشيء الخير تبارك الله. هاد الورود ما شاء الله يا ربي. انا كنهدي لكم هاد الوردة، كنهدي لكم كاملين المتتبعين ديالي الاعزاء، كنهدي لكم كاع هاد الورود كاملين لعشاق الورود، تيعشق الورد. عشاق الورد، انا بعدا من عشاق الورد. اللي كيعشق الورد بحالي راه كنزيد ليه هاد الوريضات هادو. تبارك الله غزالين. هذا الورد الغوز ورد الغوز دابا هنا راه تفتح كامل والله. تي هادو بعدين هو كان تفتح كامل، يعني في ذاك الفيديو الاخر اللي كنت صورت صراحه كان حسن من هكايا. كاين اللي كيصيب به ما ورد بحال دابا هاد الغوز هذا راه كيصلح من هذا الما ورد، تصيب به ما ورد كيعرف كيفاش يصيبو، راه يصيبو بوحدو في الدار، راه كاينه طريقه ديالو سهله باش يصيبو. هانتوما وكاين اللي البيض والصومو.
فهمتش. Thank you.